ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناه بي مزه. معايا النهارده حبوب يمكن كتير مننا ما سمعش عنها او ما يعرفوهاش. يعني انا عن نفسي الصراحه لسه متعرفه عليها من فتره قريبه، من حوالي كام شهر كده. هقول لكم على اهميتها وفوائدها وطرق اكلها. بالنسبه بقى للاضرار والاثار الجانبيه، فصدقوني حقيقي انا ما لقيتش خالص ليها اي اضرار ولا اثار جانبيه، ودي اول مره الاقي حبوب غذائيه من غير اثار جانبيه ولو حتى بعد فتره طويله من تناولها. فيعني انا مستغربه الصراحه، لان هي ما لقيتش غير كل فوائد للكينوا، اسمها حبوب الكينوا. فهقول لكم على فوائدها واقول لكم على كل حاجه بتخصها وكل حاجه عرفتها عنها. حبوب الكينوا بتستخدم كبديل للرز وبديل للقمح وبديل للبرغل وبديل للحمه، للي مش حابين البروتين الحيواني بيبدلوه بالكينوا كبروتين نباتي صحي جدا. الكينوا لو هتاخديه كبديل للرز بتعمليه معامله الرز بالظبط. يعني ايه؟ بتغسليه وتطبخيه زي ما بتعملي في الرز بتعملي في الكينوا. يعني لو عايزه تعملي كينوا بالشعريه اعملي، لو عايزه تعملي كينوا بالكاري والكركم، حتى كبسه كينوا، اي حاجه بتعاملي فيها الرز عايزه تعمليها تعمليها في الكينوا بالظبط. تمام. هما بدأوا يتوسعوا في زراعتها دلوقتي عندنا، لان هي بتستهلك في زراعتها كميه ميه قليله جدا عن زراعه الرز. الرز معروف عنه انه بيستهلك كمية كبيرة جدا من المية وقت زراعته. عايزين بقى لو عايزة تعملي الكينوا معاملة القمح، فانتي برضو نفس اللي بتعمليه. يعني لو هتطحني قمح لو بنعمله بدقيق، تعملي برضو دقيق الكينوا، بتستخدميه برضو كبسكوت. عايزة تعملي بسكوت الكينوا، تعملي كيك، اي حاجة، تعملي حتى مهلبات الكينوا بالدقيق المطحون، دقيق الكينوا. ممكن تعملي اللي انت عايزاه، وممكن حتى تعملي منها شوربة. هي بتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات بنسب مختلفة. زي ما قلت لكم ما لقيتش خالص اي اضرار تذكر للكينوا، بس لقيت الجدول مقارنة مهم جدا، لقيته على موقع منظمة الغذاء والصحة العالمية. زي ما هو واضح كده الجدول عامل مقارنة هايلة عجبتني جدا وفادتني وهتفيدكم ان شاء الله. المقارنة دي بين الكينوا والذرة والرز والقمح من حيث نسب الفيتامينات في كل منهم بالترتيب اهو، زي ما انتم شايفين: الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك. ركزوا كويس في المقارنة، هتلاقوا ان القيمة الغذائية، القيمة كل الفيتامينات الموجودة في الجدول ده اعلى في الكينوا عن باقي انواع الحبوب التانية. يعني بصوا، اغنى الكينوا، اغنى من الذرة ومن الرز ومن القمح في الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما عدا الزنك والفوسفور. فهنلاقي النسب متقاربة جدا بين الكينوا ومع القمح. كنت عاوزة اعرض ليكم جدول تاني برضو موجود، بس كان مليان بقى زحمة حبوب تانية ملهاش لازمة، كان هيلخبط الدنيا. يعني هقول لكم خلاصة الجدول التاني ده ايه. هو الجدول عارض نسب السعرات الحرارية بين حبوب، انواع حبوب كتير جدا. فبالنسبة للسعرات الحرارية هنلاقي ان الكينوا متقارب جدا بين في السعرات الحرارية بين الرز والقمح والذرة، وده معناه انه زيه زيهم. لو كترنا منه هيزود الوزن، ولو قللنا من الكينوا يعني ايه، مش هتزود الوزن، مش هتعمل اي زيادة في الوزن. فبالنسبة لموضوع ان هو يعني بيساعد في الدايت وكده وبيتخن ولا لا، فهو زيه زي الرز والقمح. هتزودي هيزود الوزن، هتقللي او هتظبطي كميته هتستفيدي جدا من فوائده ومن القيمة الغذائية العالية ليه. وكمان للناس اللي هي عندها حساسية من الجلوتين اللي موجود في القمح، هي الاحسن ميزة موجودة في الكينوا انه خالي من الجلوتين. ودي الكينوا بعد ما سويناها زي طريقة الرز الابيض بالظبط اهو، ونفس الشكل، يعني تحس ان هو برضو رز ابيض، بس طبعا ده قيمته الغذائية اكتر واكبر واعلى من الرز. فنسيت اقول لكم كمان ان بيبقى فيه منه الوان احمر، في كينوا حمراء وفي كينوا سودا كده او بني غامق. فالتلاتة يعني سواء ده او الاحمر او الاسود، التلاتة نفس القيمة الغذائية، يعني مفيش فرق بينهم. اللي تلاقيه هاتيه، يعني التلاتة كويسين جدا. هنا بقى بعد ما طحنت الكينوا، انا عملت لكم بطريقتين، طريقة بالرز وطريقة زي القمح. هنا زي بعد ما طحنته، بس انا مش هعمل بقى بسكوت او هعمل كيكة، انا هعمل ماسك او سكراب باللبن البودرة. هضيف معلقة لبن بودرة للكينوا، وبتدفي مية وتحطيها عليه، وتعملي بقى سكراب هايل لبشرتك من الكينوا، هيبقى جميل جدا. وتسيبيه شويه، ممكن تسيبيه شويه زي ماسك كده، وبعد كده بتصنفري بقى بيه وشك
علشان تقشري اي بواقي جلد ميت موجود على وشك، وكمان هيفتح معاكي. انا لسه عاملاه وحاسه بفرق يعني جميل جدا وهيعجبكم. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه دي، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم دوسوا لايك، وما تنسوش تتابعوا كل جديد على قناه بيموز ده. باي باي.